كما تعلم أن رئاسة النيابة العامة تشارك للمرة الرابعة في المعرض الدولي للكتاب في هذه الدورة 29 تحت نفس الشعار ديال المؤسسة هو نيابة عامة مواطنة. كما تعلم أن شعار نيابة عامة مواطنة بغينا نجسدوه بأن نيابة عامة منفتحة مع المواطنين، والتواجد ديال رئاسة النيابة العامة بالمعرض هو خير دليل على انفتاح مؤسسة رئاسة النيابة على الفضاء الخارجي، هذا من جهة. من جهة ثانية رئاسة النيابة العامة شاركت في هذا المعرض الدولي للكتاب واحد مجموعة من الإصدارات ديال قضاة رئاسة النيابة العامة وقضاة النيابة العامة وأطر بالمحاكم، حوالي 265 إصدار. كذلك رئاسة النيابة العامة تشارك في هذا المعرض نشر الكتاب واحد البرنامج مكثف فيه لقاءات وعروض تواصلية في مواضيع مختلفة، حوالي كل يوم في عرضين، عرض يكون في الفترة الصباحية وعرض يكون في الفترة المسائية. حال مثلا اليوم الأول كان موضوع العرض الأول التي تتعلق بقراءة في مناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة، تتعلق بالنيابة العامة المواطنة خصوصا العرض ديال النيابة العامة المواطنة الآيات والتجليات اللي قدموا سيد حكماوي، وعرض كان اليوم ديال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وبدائله، واليوم كان عرض مهم يتعلق بالجريمة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه العروض تحضروها طلبة، تحضروها باحثين، تحضروها جميع مرتفقي المعرض. وطبيعة الحال هذه مناسبة مشاركة رئاسة النيابة العامة في هذا المعرض باش نعرفوا المرتفقي المعرض على خدمات هذه المؤسسة، وتنستقبلوا أطفال المدارس كذلك لتنعرفوهم بمعنى رئاسة، شنو المعنى ديال رئاسة النيابة العامة، شنو الخدمات ديال رئاسة النيابة العامة، شنو هو هذا الشعار ديال النيابة العامة المواطنة. كذلك هذه السنة هذه شاركنا في المعرض وتفاعلوا حتى مع الطبقة الهشة خصوصا طبقة المكفوفين، حيث أننا خصصنا لهم واحد الخدمات عبارة عن مجموعة من المطويات بلغة برايل، حتى هما تيتعرفوا على هذه الخدمات بهذه اللغة باش نعرفوهم على مثلا معنى الشكاية، معنى رد الاعتبار، معنى العنف ضد الأطفال، ضد المرأة إلى غير ذلك بلغة برايل. كذلك هذه كانت مناسبة أن قدمنا واحد الفيديو فيه خدمات المؤسسة بلغة الإشارة، يعني تشرحوا الناس الخدمات ديال المؤسسة بلغة الإشارة. إذن احنا المشاركة ديالنا في هذا المعرض باش نجسدوا داك الشعار ديال المؤسسة ديال النيابة عامة مواطنة، ماشي داك النيابة العامة بمفهومها التقليدي ولكن النيابة العامة بمفهومها العصري. وتنشكركم على التواصل ديالكم معنا.